مندوبين في الأمم المتحدة. صحيح. يعني صار تشوفينه موجود باليوتيوب، موجودة بالأفلام. شلون صفقوا له؟ أنا أعتقد كنت شفت التقرير يوم شاهدت على تغريف عن طريق المملكة في ذاك الوقت، ما في دشات. صحيح. البوستر مال المملكة. بوستر على المملكة العربية السعودية. كان كنا نشوف التلفزيون المملكة العربية السعودية ذاك الوقت وشفنا التقرير. أنا ما أعتقد واحد سواء داخل الكويت أو خارج الكويت ما بكى. صحيح. بكينا كل مثل اليهال بكينا. صحيح. يعني دعينا الله يفرج علينا وترجع الكويت. يعني اللي عاش التحرير أسرار يعرف شنو معنى غلات الكويت. صحيح. مشي بعض النواب اليوم أقعد معهم أقول يا جماعة تذكروا الغزو، تذكروا يوم راحت الكويت، تذكروا الرسائل الخاطئة اللي صارت. يعني للأسف إذا تذكر عام 38 كان هو دعوة إلى الدستور وإقرار الدستور الكويتي، ولكن هناك رسائل بالخارج وصلت غلط، فتم يعني الحمد لله رب العالمين. يعني كان قيادة موجودة في ذلك وحسمت هذا الموضوع. ونتذكر عام أيضا سنة 90 هناك رسائل خطأ وصلت إلى الخارج، فاعتقدوا أن الشعب الكويت مفكك. صحيح. لكن يوم حصل غزو كلنا توحد. صحيح. أوكي. طبعا أنتوا ما تدرون أن هذا كل اللي صار من رحم ما كنت مولودة، فأنا وايد قاعد أستفيد من معلوماتكم صراحة. شكلك مواليد 24/1/91. إيه سمعتوني. يعني كنت توني يعني توني حتى بالمهادي، يعني زين ما خذوني بالغزو. الحمد لله أني عشت موجودة وياكم الحين عشان أسمع اللي صار بالكويت. طبعا الناس ما تربينا بالكويت كلنا على القيم، على التضحية، أن إحنا عايشين بأمان. شلون نقدر الحين نتمسك بهالقيم؟ شلون إحنا أجيالنا هذه، إحنا عمرنا العشرينات اللي بالتعش، شلون يقدرون يتمسكون بهالقيم نفس ما أنتوا تمسكتوا كنتوا متمسكين فيها قبل 20 سنة وثلاثين سنة؟ يمكن كان أكثر بس أنا ما راح أشيبكم، فراح أقول قبل 10 سنين. صحيح. أنا أقول يعني هي القضية سهلة، ما يبي لها شيء، هي ترجع الأسرة. لو كرب أسرة يقعد مع أولاده ويشرح لهم، خاصة الجيل اللي انولد قبل الغزو بسنتين ثلاثة أو نولد أثناء الغزو، وهذا يشرح لهم. ودور الإعلام مهم وايد، يعني في كثير من القصص الواقعية والموثقة لمعاش الشعب الكويتي. صح. زين ويكون هناك يعني خدكم في المدارسنا، مدارسنا نعطيهم مادة عن الغزو، شلون الكويتين عاشوا وشلون الكويتين كانوا عايشين قبل النفط لما يطلعون في محمل أو بوم. صح. بدل أدرسلهم أنا سالم وأنا عبيره، إنه خذ فلان والسكون فلان والبحارة كذا. صح. زين يعني لازم إحنا، يعني هاي مهمتنا إحنا الآباء والأمهات والحكومة بذلك، ويكون مثل ما تفضل سيد محمد إن حتى الأعضاء المسؤولين هم من دور. يعني لازم إحنا نوقف أمام أي موضوع يشق الوحدة الوطنية، نقف من يكون، ويجب أن يطبق عليه القانون حتى يكون عبرة لغيره. أنا أذكر في مستشفى مبارك، هذه سالفة يمكن ما سمعتوها، اتصل فيني الدكتور إبراهيم بهبهاني ويا دكتور يوسف النصر، وهذا أرسل له تحية. الدكتور إبراهيم بهبهاني كان له دور كبير يعني في الهلال الأحمر. نعم. طلب مني عدة طلبات، يعني من أول شيء قال لي نبي نساء وشباب. ليه دكتور صايد؟ قال ما عندي أحد يغسل الشراشف وملابس يبني حريمنا، أنا زوجتي وأختي ولميناها من خاصة الجابرية الأقرب لهم عملية الوصول، هذه كانت شوارع كلها سيطرات وتفتيش، ويبنى شباب يدزون الترولي يساعدون الطبة فعملنا. قال لي ذاك اليوم تصل فيني الصبح كان يقول لي الحق علي، عندي سيسترتين ماخذينهم من قوات الأمن العراقيين البارح. دكتور شو السالفة؟ قال تدري طلع عندنا نداء من الإخوة إن في تكبير أول أسبوع. صح. والثاني تكبير على الأسطح، كان الطائرات فوق روسنا. أي ونكبر. أنا خفت عليه ترى، مو على خفت على تنكر التانكي فوق وإطلاق وإطلاق نار. بس أبيك توضح لي شنو يعني تكبير، لأن أكيد في ناس من عمري قاعد نكبر. التكبير هذه كانت يعني السنة عند المسلمين في الماضي لما يصير إشارة نقول فوق الله أكبر الله أكبر، لأن أنا سمعته يعني يقول فوق الكيب طاولة. يعني أنا أذكر في أول شهر على الأسطح كان انتشرت بين المساجد وقال يا جماعة اليوم الفلاني الساعة الفلانية الساعة الفلانية صعدون فوق الأسطح. صحيح. هو نوع من كان نوع من الحرب النفسية مع العراقيين. وأنا يمكن عفوا عن المقاطعة بس أضيف على نقطة، كنا أول مرة
قالوا جماعة اليوم الساعة 12 بالليل صعدوا فوق الأسطح. صحيح. الله أكبر ونادوا بسم الله وادعوا الله سبحانه وتعالى. وأيضا ندعو الله سبحانه وتعالى بهالليلة هذه. فعلا صعد رحنا صعد فوق الأسطح فوق وقعدنا ونادينا الله أكبر. نتفاجأ الله أسرار ويمكن اللي حاضرينها نتفاجأ بحجم إطلاق النار فوق الأسطح برشاشات شنو مضادات للطائرات. أنتوا عسكريين مضاد للطائرات وأنتوا قاعد تكبرون وإحنا قاعدين نكبر. أنا أذكر كنا فوق قاعد أشوف الطائرة أنا ما أعرف إن الطاقة تصير جمرة. أيوة كانت الطوفة بيتنا يعني صار إطلاق نار فوقنا وفوق رؤوسنا مباشرتين واللي نخش واللي قط نفسه واستمرينا تقريبا كانت ربع ساعة نص ساعة واستمرنا في الشهر الثاني وبعد الثالث بعدين توقفت على أساس حفاظ على الناس اللي لأنه صار فيه ضغط على كل منطقة وصار فيها تفتيش. أذكرها هذه كانت يعني من نوع من وكانت هز العراقيين. أذكر من واحد من عيال الصايغ كانوا وياي طالعين عندي شارع ضحية عبد الله السالم فكان في سيطرة من الحرس الجمهوري يعني خذينا حكي لا صار ولا استوى وزين ما خذونا ذاك اليوم الصبح. لا هو دعم الكلام أستاذ محمد أحد الشهداء الكويت ما أدري اسمه أولي مو على بالي بس تقي أشكناني بصليبي خات جت الرصاصة وهو نازل من الدرج بعد ما كبر والدرج في بيت الدري في زجاج جت على طول على قلبه وسشت. فأتذكر إنه كان حتى التشجيع لما أنا أكون في القطعة الفلانية أكبر القطعة الثانية شوي ريحون أكبر أشجعه أنا أسكت هو يرد علي فكان تجاوب كثير. فقال لي هذول خذوهم من المستشفى بالليل ومديهم مغفر جابري وأنا علاقتي كرئيس جمعية الجابرية بالمغفر هدايا فيديوهات أكل رحت حق الضابط وهذا ألعن ضابط كان معروف يمكن سيد محمد ذكر قال أبو درع اللي في الصابخات عراقي جابرية جابرية ملازم زياد كان ضابط أشرس ضابط كان عراقي عراقي ماسك الجابرية وهو رفيق حتى يانا فترة قاعد بالمغفر يعني هو المغفر كله بيدهم ما شاء الله إيه والمدارس كله فيها جيش. تذكر ببعثوا لنا ما شو اسمه هذا كيماوي أو علي حسن كيماوي علي حسن بعد ما قدروا يسيطرون على الأمن جو سكر بالجابرية أول شيء إيه ويابو شرف على الدائرة الخامس. فرحت المغفر هذا قاعد اول ما دشيت عليه الحين بطلع ثنتين هذا اخواتنا مهما يكونون قلت له ابي شاي جاب لي شاي خلص شاي قلت له شايكم مو اسود ابي شاي عراقي على غشمره بتغشمر وياه قاعد هناك كلش ما عندهم غشمره لا لان اكو ميان اودي لهم شاي اودي لهم سجاير اودي لهم فيديوهات كنت علاقتي اني كانت شويه زينه قلت له الحين انت ايش فيهم هذول قاعدين برا السترات يقول هذول البارحة مكبرين فوق على السطح مستشفى كنت الحين أنت ريال ملازم حط راسك براس الحرمتين كاش بيها يعني بالله شراغية قلت له المرة ترى نص عقل عندها ما عندها كامل يقول لاس عيني هاي مو صحيح قلت له بلى حوى قصت على أبونا آدم طلعهم من الجنة على تفاحة لو كان عندها عقل فالنعيم قاعدة فوق شو اللي خليه تطلع تاخذ تفاحه؟ الحين هلا كان يضحك كان ادري ربعه تعالوا لك سمعوا ابو محمد شو يقول؟ انت قصه كلهم ضحكوا من الضحكه هذه سبحان الله هذا الشيء ترى من الله ما حد يقدر يقول لها شيء كان يقول ما دام ضحكتنا والمره هي نص عندها نص عقل وبعد قلت لها لا وهي بعد مخلوقه من ضلع الرجل شو يقول اخذهم معك وروح انا بس اللي بس ابي ادخل فيه إنه طبعا كان هناك تنسيق يعني الكويت لما أجبرت قيادتها على المقادرة كان هناك في ناس متواجدين من أبناء الأسرة الحاكمة وكان في الحكومة كان هناك قيادة التكافل والتنسيق بالضبط وكان هناك مقاومة. بالنسبة للتكبير هو إيصال رسالة صحيح للداخل والخارج أننا نرفض الاحتلال العراقي وبالتالي كان هناك موقف موحد من جميع المواطنين الكويتيين. النقطة الثانية يوجه رسالة أيضا للنظام الحاكم اللي موجود عليك اللي هو سلطة الاحتلال أن الشعب يرفض هذا الأسلوب وأن الشعب متضامن مع قيادته بالتالي انخلقت مقاومة منظمة لأن الكويتيين كان هو هدف واحد. أعتقد أن هذه من الأمور اللي كانت مهمة جدا أن احنا نعرف أن كان هناك تنسيق كامل. في ناس اشتغلت في الشأن المحلي اشتغلت في الشأن العسكري اشتغلت في الشأن الاقتصادي من توزيع أموال في ناس اشتغلت في الشأن الاستخباري
كل صار بتخصصه. الأولاد الشباب كانوا يشيلون كرمكم الله الزبالة عن البيوت، وهذا فعلا شأن صحي، يعني هذا كان شيء مهم جدا. بالتالي يعني كل المواطنين الكويتيين اللي كانوا موجودين كانوا متكافلين، كانوا على قلب واحد، كانوا متعاونين. الآن حضرتك سؤالك شلون وجه رسالة للشباب الحالي. بس أضيف عليك عقيد فهد، إذا تذكر حتى استبدال اللوحات العراقية ما حد بدل، ما حد بدل، ما حد بدل. وإذا تذكر موضوع الجوازات بالضبط، فكانوا يتفاجئون يعني حتى إذا مرحلة وصلوا إنه يمنعونا ندش محطات البنزين، ما تعبي بنزين، اللي كان يقرأ قرآن ويدش، وكان بس شهادة الله كان في بعض من العراقيين كان متعاطف، كان متعاونين. صحيح، هذه سمعت عنها يعني كانوا يسمحون، يعني أذكر ندور أكل محطة يقول لك دش دش يابا دش، يعني ما كانوا معلبات أكل تودي لهم شيء بسيطة وكان نقدر نكسبهم. يعني أنا أعتقد أبو محمد لما تفضل وأضاف على موضوع الوحدة الوطنية والتدريس وشون نعلم الأجيال، أنا أعتقد أن في 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 مدرسة بالإدارة اسمها management by example، الإدارة بالمثل. يعني السياسيين عندنا أصحاب القرار المسؤولين، الوالد في الأسرة هو يكون المثل للأبناء، بالتالي حسن الخلق مطلوب. إحنا لما حبينا الكويت حبينا لأن شفت أنا أبوي يحب الحاكم ويحب الكويت، وحبيت أني لما كبرت أدركت أني أنا لما سافرت وطلعت أقارن الكويت ببعض الدول الأخرى أنا متفوق كثير، رفاهية وحرية ورغد من العيش، التعليم مجان، يعني أكو أمور كثيرة يعني. لكن الجيل الحالي وهو من يعني حقيقة من الأجيال النشطة، التكنولوجيا استخدامها، أنا أعتقد أن علينا إحنا مسؤولية كآباء وأولياء أمور أن إحنا ننبه أولادنا. صح أن ما في مانع هناك حراك سياسي، لكن أيضا حتى المدير في عمله يجب أن يكون مثال للمدير الناجح، حتى الوزير يجب أن يكون مثال للوزير الناجح. الأمور تغيرت أخي محمد، المجتمعات تتغير كل 10 سنوات، سلوكها ولغتها يضاف عليها أشياء جديدة. أنا ما بقاطعك بس تفضل أستاذ، بيلك على نقطة أنت قلتها، الوزير يكون مثال على مثال بعمله، المدرس مثال بعمله، النائب مثال بعمله، كل واحد يكون مثال بعمله، الطالب مثال بجامعته وبدراسته. بس أنا ككوني شابة أنا ما قاعد أشوف، يعني مو الكل، البعض ما قاعد أشوف إنه هم مثال. أنا لما أبطل التلفزيون بشوف إنه هم مثال، أنا سكر التلفزيون قاعد أقول لو أنا متزوجة وعندي بنية أشيل الساتلايت من كبرة ما أخليها تشوف شنو قاعد يصير عشان لا تتعلم. فليش شنو السبب؟ أنا أعتقد يعني هذه ضريبة التطور وضريبة التكنولوجيا. بس ليش قاعد يستخدمونها بشيء سيء؟ أول شيء تتقارب الأزمان. إحنا يعني الحدث اللي يحدث في سوريا بعد 25 ثانية بالضبط على تويتر اليوتيوب يطلع عندنا، الحدث اللي يصير في الولايات المتحدة الأمريكية نشوفه. بالتالي لازم تكون عندنا ability to change، عندنا قدرة على التطور. يعني الإمام علي يقول ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. بالتالي يعني إحنا لازم كآباء لازم نفهم من الجيل ونحط مفاهيمنا عليه. هذا يجي من خلال التواصل الاجتماعي، يجي من خلال المدرسة، يجي من خلال الإعلام، عليه دور كبير، الإعلام دوره كبير. التويتر الآن لأن كل الناس تروح أي دوانية أي تجمع تلاقي الناس بس حاطة رؤوسها تحت 7 سنين، اختي عمرها 7 سنين تويتر. بالتالي إحنا أمام أداة خطيرة، هذه الأداة نستغلها لرفع الروح المعنوية وترسيخ الانتماء الوطني والمساعدة أيضا. إجمالا نحن في عصر جديد، في ثورة معلوماتية جديدة، نقدر نستقلها ونسخرها، لكن علينا أن نضع ضوابط لها. البعض يقول لك لا يوجد ضوابط على الإنترنت، لازم صحيح، لكن إحنا يجب أن يكون عندنا ضابط نفسي، ضابط العرف، ضابط القانون. أنا ما أسمح أنك أنت تسيئني، ولكن أيضا ما أسمح لنفسي أن أنا أسيء للآخرين. بالتالي هذا هو الإطار اللي إحنا نتحرك فيه. بالتالي الوطنية والانتماء هي سلوك يقوم فيه الوالد والأم والأب والمدرس والوزير والمعلم والشاب نفسه. أستاذ حيدر، موضوع الاحتفالات، يعني دائما يقول ليس الاحتفالات في عملية المظاهرات والتجمعات اللي نشوفها حاليا وبعض التصرفات اللي اعتبرها خاطئة. اليوم الإعلام للأسف اليوم بعض الإعلام الحكومي شغال كان إعلام حكومي يظهر، يعني يظهر بعض الوسائل الفرحة، ما أشوف لقاءات مع شخصيات. يعني بعض الوسائل الإعلام أظهرت من شاركوا في ملحمة القرين
والدفاع عن الكويت. اليوم هناك عسكريين، هناك ناس اشتغلوا في